كابتن ايمن، ده كان لقائنا مع الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، وايضا اكرم توفيق واحد من النجوم والمحارب، واحد من اللاعبين بقى يعني حسين شحات. حسين انا عارف ضغوط كتير وامور كتير، لكن خليني ابارك لك الاول، ابارك لك الاول على الهدف. كابتن سامي الاول، تقول ايه لحسين الشحات؟ انا عارف ضغوط كتير وعارف دورك بالتحديد والكابتن سيد عبد الحفيظ مع حسين الشحات. بص، احنا دايما وكل مره بنقول يعني حسين من اللعيبه المميزه جدا، اللعيبه اللي عندها امكانيات وقدرات، كلنا بنتكلم في كده وهو عارف كده كويس. يمكن حتى المباراه، حتى قبل المباراه انا اتكلمنا معاه وقلنا له ان الفتره دي كويسه ليك ان انت تبعد عشان ان شاء الله ترجع بنفس قوتك ونفس الاداء اللي الناس جمهور النادي الاهلي عشماني فيه، على قد النقد اللي هو بيتعرض له، على قد الناس اللي عندها ثقه كبيره فيه وفي امكانياته وفي قدراته. يمكن النهارده الحمد لله اثبت اللي هو لعيب كبير ولعيب مميز ولعيب مؤثر جدا معانا، لكن احنا برده مستنيين منه كتير وكتير كتير ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. ربنا يوفقك. بس قدام التلفزيون بس الكابتن سامي، شكرا على الهديه في ناس بتعيد ميلادي، هو اللي جابها لي في ناس بتعيد ميلادي. حقيقه فنان.